بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معاكم مهندس علاء شعراوي من قناة الفنون الجميلة والفنون التطبيقية. النهاردة يا جماعة إن شاء الله هنحل السؤال الأولاني 2021 عمارة، قدرات عمارة 2021، امتحان يوم 8 يا جماعة، 8/8 جالهم. أنا كان عايز في السؤال الأول ده يا جماعة رسمة كورنيش، رسمة كورنيش. تمام، يلا بينا بقى نشوف هنرسمها إزاي. بصوا يا جماعة، إن شاء الله أول حاجة يا جماعة بنحط نقط الهروب هنا بعيدة شوية، أهي هنا عندي هي واحد وهي اتنين. تمام، بعد كده لما اجي ارسم سور، سور كورنيش زي من النقطه دي على هي واحد، انزل مسافه، شايفين الزاويه دي كده معقوله جدا عشان هرسم مباني ورا. باجي كده ارسم خط اهو كده 2 3، ده السور بتاع الكورنيش. خلاص، يبقى كام خط كده؟ 3. ننزل مسافه كده اهو، شوف انا كده بشوف المسافات ازاي. يبقى تخلي الخط فوق المسطره عشان تعرف تنزل زي ما انت عايز كده. بعد كده برسم خطين، يبقى احنا رسمنا 3، ارسم خطين. بعد كده خط. يبقى احنا قلنا ايه يا جماعه؟ 3 2 1، يبقى كده 3 خطوط اهم. 3 2 1، عظيم. تمام، لو عشان نرسم بقى الحديد بالشكل ده برسم كده اهو، شايف لازم تكون مسطره عموديه كده. ده الحديد اللي موجود في السور، ونعمله بقى شكل بيضاوي كده او كيرف عشان يبقى شكله كويس. وتكمل بقى كده للاخر، بس انا هستأذنكم، انا مش هكمل الاخر عشان ايه، نلحق بس الفيديو مبقاش طويل عليك. انت هتكمل بقى في الامتحان الاخر بنفس الطريقه دي. بس هنا في بقى حاجه مهمه جدا، لازم نمسح ده عشان يبان الحديد اهو، الحديد ده مدور يعني. طيب بص يا باشمهندس، يا ريت بقى لما ترسم الحديد بعد كده هناك يبقى رفيع شويه، هنا اكبر، كل ما يقرب ليك هنا ناحيه الشمال يبقى هنا الحديد اكبر شويه، اللي هو الحديد اللي سند السور اللي فوق ده. طيب اهم حاجه في الرسمه دي، اهم حاجه قلتها يا باشمهندس، الشكل ده. برسم كده خط، مش انت بتلاقي في الكورنيش كده في عمود هنا ماسك الاسوار دي؟ بص خط اهو، باجي على النقطه اللي على الشمال، خلي بال حضرتك من تحت اهو حته لبره مش كتير، نطلع الحته دي نهرب على ايه، كل ده على هي 2 اهو، يبقى دي على هي 2، دي اللي جوه ودي اللي بره، اديتني شكل السلمة كأنها نائمة وقائمة. حلو؟ تمام، نطلع بعد كده ارتفاع العمود ده، ادي خط اهو. بالمرة عشان انت تتخيل، هنهرب كده ناحية دي، حتة كبيرة اهو، وخط رأسي بالشكل ده. اوكي؟ تمام، هاجي بقى على نقطة، يبقى احنا هربنا اهو على هي واحد، فوق زي اهو. بص يا باشمهندس، خطين اهم، ونقفل ده فيرتيكال هنا كده، رأسي بالشكل ده كأنها قاعدة تمثال. طبعا يا ريت نمسح دول خالص. شوف هنا ابتدى اسمها كراسي، زي الكراسي اللي هي بتتحط فين؟ على السور. نيجي على نقطة على الشمال كده على هي 2، نهرب كده، يبقى تبص خلي بال حضرتك 1 2، وادي التالت اهو. بص يا باشمهندس، مش الخط ده رأس اهو، يبقى ده زيه اهو. هنخش سنه بسيطه كده اهو الناحيه دي اللي هي دي، وننزل خط بقيه العمود. طب الخط اللي هنا اكيد، بص لما تيجي تنسى حط المسطره بالشكل ده، هتلاقي ده متهرب على النقطه دي وده زيه، يبقى اكيد ده كمان زيهم متهرب على هي واحد اهو. يبقى احنا كده قفلنا العمود، بس في حاجه مهمه جدا، مش انت الخط ده كان رأس اهو، تقفل كمان الحته دي زيه، يبقى ده فوق ده وتهرب دي الناحيه دي. بص الشكل، ودي اهم حاجه في الرسمه دي كلها، وطبعا اي زياده نمسحها بالمنظر ده. اتفقنا؟ تمام، نيجي بقى هنكررها تاني، بس بعد ما نبعد هنصغر. يبقى ادي خط اهو، بص هعدلك تاني، ادي خط من هنا نطلع لبره، ودي اهي المفروض اصلا يبقوا مع بعض، شايف يعني انت اخرك هنا شايف، يبقى ده على الصخام ده لازم، شايفها على الصخام ده على النقطه اهي. نطلع الخط فيرتيكال كده، وبرده ده نفس الارتفاع ده هيبقى هنا، يعني انا بمشي مع ده كده على النقطه برده يا باشمهندس. دول خطين اهو، ادي واحد وادي التاني اللي هو ماشي مع ده على النقطه دي برده، عشان ده العمود ده يصغر، ومن تحت كمان بالمره عشان نخلص من الجزء اللي تحت. يبقى شايف كل دول ماشيين مع بعض اهو. هنقفل ده رأسي بالشكل ده، واكيد طبعا هنشيل دول،
هنقفل بقى هنا دي برضو رأسي هنا وزي دي. بعد كده ابتدي اهرب على نقطة على الشمال على هي اتنين المنظر ده. بص خليهم ايه ثلاث مرات بالمرة، ادي واحد اتنين وادي التالت بالمرة. بص يا باشمهندس لازم قلنا يمشي مع بعض، فانت عشان تقفل ده صح تمشي ده مع ده. شوف هنا ده هيصغر معاك خالص اهو، يبقى انت كده ماشي قانوني جدا. شوف العمود هنا صغر عن ده ازاي، يبقى هنا ايه بص هتلاقي ده صغر ده صغر، حتى الارتفاع صغر. هتكمل ده طبعا ممكن تعمل الباينت اصغر براحتك يعني. كمان عشان نكمل بقى الرصيف هنبعد، عشان تتخيل الموقف كده بيبقى في رصيف هنا اهو، ببعد مسافه وارسم ثلاث خطوط. الخطوط بتاعنا بتاعت الرصيف ثلاثه اهو، بالشكل ده. بص عشان يبان رصيف بقى هوصل ده فيرتيكال كده، اي خط بص الخطين الاولانيين دول فيرتيكال اهو، بس كل ما تبعد بقى تصغر هنا يعني. الخطوط دي راسيه اهي، كل ما تبعد تصغر المسافات بالشكل ده. طبعا انت هتكمل اخر، انا عشان نخلص بس الفيديو اهرب بقى الحته اللي فوق دي على النقطه اللي على الشمال. بص على النقطه دي اهو اللي فوق هيبان معاك رصيف مجسم بالشكل ده. يبقى كده انا عملت الشارع بتاع الكورنيش، وما تزودش كتير، احنا هنعمل بس مباني ورا وشجره والموضوع يبقى ومركب حاجات كده بسيطه يعني. طبعا احنا بنظل الواحد كده ونسيب واحد ونظل اللي بعده وهكذا. خلاص كده تمام. بصوا يا جماعه شايفين الحته دي اللي هي دي المفروض تعمل هنا، هفكرك بيها تاني. شايف الخط ده ده بيتقفل مع الخطين اللي تحت دول، دول بس اللي هم دول، والحته اللي فوق دي تهرب على النقطه اللي على الشمال كده. تمام وضحت. بص يا باشمهندس احنا ايه هنعمل حاجه بسيطه جدا. المفروض ان هو الصف الثاني او الشط الثاني من النيل هنرسم خط كده، ممكن بقى ايه طبعا دي ميه ممكن نعملها مش شرط تكون ايه عدله قوي، ونرسم عمارات كده بس مش ما تعملش فيها تفاصيل. ادي خط وهرب العمارات بتاعتي بالشكل ده، مره على هي واحد ومره على هي اتنين. بص يا باشمهندس اول عماره اهي زي ما رسمناها قبل كده اللي هي مجموعه عمارات جنب بعض، ودي عماره ثانيه، وريت طبعا تكون ارفع من كده كمان. عايز اعمل عمارات ثانيه. بص يا باشمهندس عشان ما تلخبطش خطين، عشان في ناس بتلخبط في الحته دي، خطين اهو نمسح اللي فوق بس، مفيش تحت، تحت كده كده افقي مش هنهرب، هنهرب الحته اللي فوق كده اهو على هي واحد. نيجي برضو نفس الفكره، خطين الاول ما تعملش اكتر من خطين عشان ما تلخبطش، نمسح الخط اللي ما بينهم ده اللي هو قبل الخطين ونهربه على هي واحد اهو، ونعمل نفس الفكره يعني براحتك. بالنسبه للمباني الكتير دي انت اللي انت عايزه بقى تعمل اكتر من كده مفيش مشاكل. يبقى احنا خلصنا الجنب اللي على الشمال، عايزين نعمل الجنب اللي على اليمين. هنرسم برضو هنا خطين وامسح الجزء اللي فوق. بص وهرب على النقطه اللي على الشمال بقى المره دي، يبقى هنا اتهرب فين على الشمال اهو، ده كان متهرب على اليمين. اوكي ادي خط ادي التاني، ونمسح اللي قبليه اهو كده، عملنا يعني الشط التاني كله اساسا. ما تعملش التفاصيل بقى في العمارات دي لان هو مش عايز دي، هو عايز كورنيش. ممكن بقى الظل اللي انت بعد كده اللي جنب ده لو عايز الجنب ده هيتظلل عشان هو هنا بيبقى طالب تظليل. بص هنا ممكن نتظلل برضو كده، هتلاقي الرسمة بتاعتك ظهرت بالشكل ده، بنكمل بالمنظر ده كده وهكذا. طبعا احنا بنفترض يا جماعه ان الضوء جاي من هنا صح كده، يبقى هناخد هنا من تقيله على خفيف كده في اتجاه واحد زي ما عملنا قبل كده في رسومات المجسمات اللي هو الظل بتاع المجسمات اهو، بنظل كده في اتجاه واحد بالشكل ده بالمنظر ده. طبعا يبقى هنا بص من تقيله على خفيف. تمام بالشكل ده، لو انت شغال ظل ونور بتشتغل في اتجاه واحد بس. شوف هنا هيخف الظل هناك اهو، وتغمق الحته دي قوي كده كده الضوء مش جاي هنا، فهتخلي دي ضلمه عادي جدا وهكذا. طبعا الجنب التاني ممكن بقى نرسم مراكب هنا، ممكن مركبه بالشكل ده. بص ممكن نرسم مركبه سهله خالص، كانك بتكتب واحد كده اهو، واحد عربي اهو. تمام
ونعملها كيرف لتحت كده، وده زيها لتحت بالشكل ده، ونقفل خط رأسي كده. ده خط مايل وده هنكمله، وده مستقيم، يعني ده مايل رأسي وده مستقيم معدي. هنكمل الشكل البيضاوي ده عشان تبان برضو المركبة مجسمة كده، بقى شكلها حلو جدا معاك. ممكن بقى نعمل سنة لبره كده عشان تبان مجسمة من هنا كمان لبره، ونجمعها كده. وادي الخشب واخد الشكل ده، والخشب اللي هنا تمام. ممكن بقى نيجي في النص كده نرسم ده كده خطين هنا، اي ميل بقى ممكن تعمل اي ميل كده اهو. ممكن دي نعملها كده كأن الشراع ده طاير ماشي. منساش بقى ممكن نعمل هنا خيوط، طبعا هنا ده هيتشال، هنشيل بقى كل اللي ورا ده. هنا بقى ده هيتشال كمان، هيبقى هنا هيبان ده الساري ده من ورا بالشكل ده. ممكن نرسم بقى مثلث تاني كده اهو، بس الشراع بقى يتحرك كده. وطبعا هيتظلل المنظر ده. ممكن بقى حبال هنا كده، ده لازم يكون خشبة تبقى دبل كده. بص كل بقى الخشب ده دبل كده، ده دبل. ممكن بقى نعمل هنا المية اهي، ممكن نرسم نص مركب هنا او قارب بس ورا دي، نفس الفكرة اهو، عشان بس نبين له او نقول له ان ده نيل. ده ممكن قارب صغير كده ورا المركب تمام، مع التظليل طبعا. ممكن بقى شوية شجر بعيد كده. بص بالنسبة للشجر بقى هنا اشجار كده بعيدة خالص عشان ده الشط التاني، ممكن نعملها بالشكل ده. بس هنا ممكن نعمل بقى شجرة حلوة قوي هنا، حط اهو كأني برسم حرف السي بالشكل ده. دي دبليو بعيدة كده بس مش باين قوي لان فيها زرع بقى حواليها كده او شجر. بالنسبة للشجرة يا جماعة عبارة عن سبعات كده في بعضها طويلة كده، بس اخر فروع دي بتبقى رفاعة كده ماشي. هو معلش الشجرة كبيرة بس انا كان لازم اكبرها، مش هتبان لك بس في الفيديو، لكن بعد كده تصغرها عن كده عشان بس ما حد يعلق. الشجرة يا جماعة المفروض تصغر من كده، اصغر من كده. بص هنلف بقى كده اهو، بس انا عشان اكبرها لك بس في الفيديو فعملتها لك كبيرة. نظلل بقى بالمنظر ده، هتلاقي الشجرة جامدة جدا هنا. تظلل كده شوف بقت مجسمة اهي. ممكن تعمل السبعة دي عشان تبان معاك، ونظلل دول، وانت بتظلل بقى الشجرة تلفها كده معاك عشان تبان حقيقية بجنب القلم كده. وشوف كأنك بتظلل الكرة بالظبط، هتحس ان الشجرة بقت حقيقية عشان بعيدة كمان. مش عايزين مش عاملين لها تفاصيل كتير. طبعا ده هنا بقى ممكن تعمل شوية زرع كده، ممكن تدي الشادو هنا بسيط خالص كده. رسمة فاضل فيها حاجتين بساط، انت عايز تكمل مراكب مفيش مشاكل، عايز تعمل هنا خيال المية. هنا بقى ممكن نعمل كرسي وعملة إنارة. بس الكرسي هنا انت المفروض مثلا في ناس هتقعد هنا صح، فانت بترسم مثلا خط بهرب الخط ده، وهنا خطين كده. خلي بالك احنا كله تهريب، هقفل الاول ده رأسي اهو وده زيه، ونهربها كده كأنك بترسم دكة بسيطة خالص. دول متهربين هنطلع على الشمال اهو يا جماعة. بص باش بص باشمهندس، ده وده وده هنقطع على الشمال ونقفلها فيرتيكال. هنا اي رجل تعجبك، عايز مثلا تخليها بالشكل ده حديد بالمنظر ده مفيش مشاكل، تبقى احلى واسهل بكتير. وبس وريت تخليها دبل كده تبقى جميله، بس يفضل تظبطها كده على الخط فاهم، يعني رجلي دي تبقى هنا. ممكن بقى تعمل لها ظهر لو حبيت،
بص الظهر احنا ممكن نعمله ازاي؟ باخد نفس الحديده دي كده اهو، انا طبعا هعمل واحده بس، انت هتكمل بقى الاخر، ونهرب كده الخشب ده، بقت مسند تحفه بالمنظر ده، خشب كده بقت حاجه جامده جدا. شوف هنا الديسك عامل ازاي، جميله جدا، تديها ظل بقى، وكمان تقسم دي خشب هي كمان بالمنظر ده. طبعا كل دي اضافات ما لحقتش في الامتحان تعملها، مفيش مشاكل خالص، انا يهمني الجزئيه دي اهم حاجه في الرسم. وطبعا تظلل بعد كده ايه الشراع بتاعك هنا عشان يبقى شكله كويس. فاضل اخر حاجه عمود نور، هوريك فكرته ماشي، وفي الاخر الفيديو هوريك تعمل ازاي، يعني هعمل لك على فكره يفضل ان العمود يخبي حاجات وراه، يعني هنا مثلا عمود هنا كبير اهو، وده العمود ده هينور ناحيه دي، ده كيرف اهو، وشوف هنا ضخم ازاي عشان ده قدامنا، نطلع هنا كده خطين رفيعين بالشكل ده، هو المفروض هو هينور ناحيه دي، فنعمل هنا كده الرقبه بتاعت العمود بصها كده. هنرسم خط رأسي عادي جدا، مستطيل لفوق كده تمام، مستطيل لتحت، عايز تهربه مفيش مشاكل، هرب لي ده عادي، اي مفيش اي مشكله ابدا. ده اللي هنا ده اصغر من اللي ده، يبقى ده كبير مستطيل كبير وده صغير، مجرد ما تلف ده كده ونعمل رقبه للعمود هنا اهو. طبعا المفروض هتعمل عمدان كتير بالمنظر ده كده، اهرب على اهي، شوف العمود اللي هنا اللي هناك ده هيبقى قد ايه، يبقى باخد خط من هنا خفيف اهو، لازم تعمل ده في اي رسمه، يا ريت تعمل عمدان بالشكل ده. بص العمود ده هنا هيبقى اصغر، بس في هنا بقى حاجه، ده كيرف اهو، شايف الحته دي دي اهي، يبقى نفس الرقبه الصغنطوطه دي اللي هي واخده شكل بيضاوي دي ماشيه مع دي اهي، عشان برضو يبقى انت عارف الخط ده، ناخد خط خفيف كده، نمسح بقى الزياده دي الاول، واي حاجه ورا العمود تتمسح، بص اي حاجه ورا العمود تمسحها بالشكل ده. نطلع بقى من هنا العمود تاني، دي الرقبه اهي، المهم ده الخط، يعني هنا ادي خط راسي وده اللي فوق، يبقى انت كده شوف انت ماشي مع الخط تمام، ونعمل نفس العمود اهو، يبقى كل ما ابعد كل ما يصغر معايا العمود لحد الاخر، وانت بقى براحتك، انا مش عايز احط اعمده هنا عشان المنظر هنا حلو. اخر حاجه بقى هنا ممكن تعمل علامات الطريق، بهربها بالشكل ده حاطين كده، وطبعا لو حبيت بقى تعمل رصيف في الناحيه الثانيه اللي يريحك، بس كده لحد هنا احنا خلاص كده تمام، ما تضيعش وقتك في الباقي، ما كده كده الفكره واحده. بص يا باشمهندس ادي خط، كل ده بتهرب، اللي هي العلامات الفوسفوريه اللي معموله في الارض او في الاسفلت، كل ده متهرب اهو، بس وانت بقى ماشي هناك تصغر كده مسافات، هنمسح كده ما بين دي، كانك بترسم الرصيف بالظبط اهو، واحدة ونسيب واحدة. طبعا فهمتك الامتحان هتكمل بقى بقية الرصيف للآخر تمام، وكده أفضل، يعني أنا مش هنطول عليك كده، كويس جدا. إضافة أنت هتعملها مفيش مشكلة، عايز تحط هنا شجر بعيد مفيش مشاكل، اللي أنت عايزه مفيش مشاكل، عايز تعمل كراسي بقى كتير هنا أوكي، عايز تعمل دول تاني أوكي. خلاص وبكده يا جماعة يبقى الفيديو بتاعنا خلص، لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد. نورتوني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.